أعوان وشركة فوسفات قفصة يواصلون إضرابهم وتوقف كلي لنشاط المجمع الكيميائي بجابس بسبب نفاد الفوسفات. في الذكرى 69 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل إطلاق اسم الزعيم فرحات حشاد على المركب الجامعي بالمنار. قطاع النسيج والملابس في تونس يبحث عن أسواق غير تقليدية وبرنامج جديد لدعم قدرته التنافسية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. يواصل عمال شركة فوسفات قفصة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، حيث توقفت كليا أنشطة استخراج وإنتاج الفوسفات ونقله بكافة أقاليم الشركة. ويأتي هذا الإضراب المطالبة بصرف منحة الإنتاجية بعنوان سنتي 2012 و2013 وبتجميد خصم الديون المتخلدة بذمة الأعوان لدى الشركة طيلة سنة 2015. شلل تام في المقاطع والمغاسل ومختلف المكاتب الإدارية في الأقاليم المنجمية الأربع لشركة فوسفات قفصة بسبب تواصل إضراب أعوان الشركة الذي دخل أسبوعه الثاني، احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصناعة لمطالب الأعوان والمتمثلة في صرف منحة الإنتاجية لسنة 2012 و2013 و2000. احنا مطلبنا كان واضح في لائحة متضمن 1000 دينار كتسبقة على منحة 2012 و2013، لكن أقول هنا لسلطة الإشراف والإدارة العامة المؤشرات التي تتحدث هنا عليها لابد من شرح الأسباب التي أدت إلى تدهور الإنتاج في سنوات 11-12-13. لم نكن فيها طرفا، بل عملنا في ظروف قاهرة وقاسية وتحملنا الأخطار المهنية. ما تقدمت به سلطة الإشراف من مقترحات خلال الجلسة التفاوضية الأولى التي جمعتها بممثلين عن النقابة الأساسية والجامعة العامة للمناجم والاتحاد العام التونسي للشغل لحل حالة أزمة قطاع الفوسفات التي ألقت بظلالها على نسق عمل وحدات المجمع الكيميائي التونسي لنفاذ مخزونه من مادة الفوسفات، مقترحات رفضها العمال متمسكين بإضرابهم إلى حين تمكينهم من حقوقهم واصفينها بأنصاف الحلول. صدمنا بقرار سيد وزير الصناعة بالهيبة 400 ألف باش ترجع العباد المعاناة تعني فيها العباد والأمراض لركبة العباد والضحايا، فهمتني؟ عينة صغيرة ما حد شيء، يعني صباع ايد ماتت، فهمتني؟ ونحن على جل شنو؟ على جل الشركه وعلى جل الجهه هذه كل اللي قاعدين يفاوضوا توا نوصل لهم صوتنا اللي احنا رانا متمسكين بمطلبنا هذا وماجنا متراجعين عليه الى اخر الى في كل الاقاليم. تواصل إضراب عمال شركة فوسفات قفصة يفقد الشركة إنتاجا يوميا بنحو 10,000 طن، أي ما يعادل مليار من المليمات يوميا. ونتيجة لإضراب عمال وحدات إنتاج شركة فوسفات قفصة الذي أدى إلى نفاد مخزون الفوسفات، يعيش المجمع الكيميائي بجابس وضعية حرجة بعد التوقف الكلي لوحدات الإنتاج به، وهو ما سينعكس سلبا على حرفاء المجمع الكيميائي في الداخل كما في الخارج. توقف النشاط كليا بوحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي التونسي بجابس بسبب نفاد الفوسفات. توقف تسبب حسب مدير معمل الحامض الفوسفوري في إشكاليات حقيقية لهذه المؤسسة الوطنية التي ستضطر للتوقف عن العمل لأسابيع. نوصل الوضعية صعيبة بسبب انقطاع الفوسفات نهائيا، وبالتالي وقفنا كل وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي بجابس. وضع خطير وخطير جدا، هو الوضع مش كان في داخل المجمع، الوضع في الجهة وفي البلاد ككل، لأن المجمع الكيميائي من أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد التونسية. الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المجمع الكيميائي التونسي بجابس كانت له تداعيات سلبية على حرفاء هذه المؤسسة ومن بينهم شركة الكيمياء. توا اليوم نخدم افيك اون سول يونيتي سير تروا، دونك 30% طاقة انتاج، ومن المفروض تقريب بعد 5-6 أيام على أقصى تقدير مش نحبسوا المعمل، يعني الواحدات الكل
وهذا بالطبع مش نجر عليه عدة صعوبات. الصعوبة الأولى أولا كلفة الإنتاج اللي طلعت بصفة يعني كبيرة، وثاني حاجة أكبر 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 مشكل هو الصعوبات مع الحرفاء، وال مش نضطر معناتها باش نلغيو مش عقود نقول الديليفريزون. توقف نشاط المجمع الكيميائي التونسي بجابس يخشى منه تعطل النشاط بأغلب المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجابس، وله تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. ونشير إلى أننا حاولنا الاتصال بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أكثر من مرة لمعرفة موقفها مما يجري وإلى أين وصلت المفاوضات مع الطرف النقابي، لكننا لم نظفر بإجابة. صرح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوب اليوم في ندوة صحفية بتمسك مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية بالإضراب الذي سينفذ غدا وبعد غد. إضراب يأتي حسب تأكيد الأسعد اليعقوبي على خلفية ما وصفه بتلكؤ وزارتي الإشراف ورئاسة الحكومة في الاستجابة لمطالب المدرسين، ومن أبرز هذه المطالب تطوير الأجور وقيمة مختلف المنح المالية المسندة، إلى جانب تسريع تطبيق جميع بنود الاتفاقية الممضاة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وفتح تفاوض حول إصلاح المنظومة التربوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسة التربوية. نحن نعتقد أنه ليس هناك إرادة حقيقية في التفاوض الجدي في مطالب المدرسين المادية، وأيضا في مطالب المدرسين من أجل إصلاح جدي وجذري لمنظومتنا التربوية. من أجل هذا يعني قررنا تنفيذ قرار الهيئة الإدارية اللي انعقدت يوم 15 ديسمبر واللي قررت الإضراب يوم 21 و 22 جانفي الجاري. نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى مجلس نواب الشعب، هو أن 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 لديكم رسالة أساسية ورئيسية، هو أن يعني تقوموا بكل ما لديكم من سلطات ومن صلاحيات من أجل إنقاذ المرفق العام، من أجل إنقاذ منظومتنا التربوية. أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ذكرى 69 لانبعاثه كمنظمة جمعت حينها بين الكفاح العمالي والوطني. تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل مليء بالصفحات وآخرها الدور الجوهري مع بقية أضلع الرباعي الراعي للحوار الوطني في تأمين المسار الانتقالي في البلاد. 69 عاما مرت على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة وطنية في تونس، وتعد الحركة النقابية عريقة ولها جذور السبق عربيا وإفريقيا في البلاد. فبعد تجربة محمد علي الحامي من خلال جامعة عموم العملة، وحد زعيم الكفاح الاجتماعي والوطني فرحات حشاد عمال الجنوب التونسي وجمع شتات العمل برمتهم تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل في 20 من جانفي 46 و900 وألف، مع تولي الأمانة العامة بعد انتخابه. خاض الاتحاد معارك على عدة جبهات، منها النقابي بالدفاع الشرس عن حقوق العمال، والوطني مع المستعمر الغاشم، وكان حشاد الذي جمع الخطابة بقوة الشخصية والتأثير الأكثر التحاما بالجماهير، ما دفع قوات الاحتلال إلى تصفيته في يوم شتوي في 5 من ديسمبر 1952 و900 وألف. اليد الحمراء حركت المياه الراكدة، وكانت أبرز عواصم العالم تتظاهر تنديدا باغتيال حشاد وتعريفا بالقضية التونسية. شارك الاتحاد في بناء دولة الاستقلال، وتابعت المنظمة الشغيلة دورها النقابي والوطني، وظلت علاقته مع السلطة القائمة بين مد وجزر في ظل التصحر السياسي التعددي، ومثل قوة توازن إيجابية. كان الإضراب العام في 26 من جانفي 78 مثالا عن محاولة تحجيمه بعد قرار الإضراب العام والاعتداء على مقراته وسجن قياديه بعد خميس أسود. ولم يغب عن انتفاضة الخبز كما الحال عند اندلاع الثورة، وكانت مقراته الغطاء الحامي لعدة معارضين وناشطين سياسيين وطلبة، وتعرضت مرة أخرى مقراته إلى اعتداء فظيع في 4 من ديسمبر 12 و2000 في ظهور
ظهور جديد للميليشيات التي تتبنى العنف لغة والتخفي أسلوبا. لا يمكن إغفال الدور الجوهري للاتحاد كأحد أبرز أضلع الرباعي الراعي للحوار الوطني في جمع الفرقاء السياسيين والسير بالمسار الانتقالي نحو الطريق الآمن، لتبقى المنظمة الشغيلة وفية لتقليدها كخيمة جامعة. نقلت القيادة النقابية الحالية أن إتمام الاتحاد لعقده السابع بعد عام سيتزامن مع مكاسب اجتماعية بعد السنوات البيضاء، ويستذكر النقابيون في مثل هذا اليوم سلسلة أعلام صنعوا تاريخه كاسم كبير وتاريخ أكبر. وبمناسبة إحياء الذكرى 69 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، تم اليوم إطلاق اسم الزعيم فرحات حشاد على المركب الجامعي بالمنار عرفانا لما كان يكنه من تقدير لقلاع العلم والمعرفة. إحياء للذكرى 69 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل وعرفانا لما قدمه الزعيم فرحات حشاد من نضالات لفائدة رجال العلم والمعرفة، سياق يتنزل فيه إطلاق اسم المناضل فرحات حشاد على المركب الجامعي بالمنار. لفت التقدير لهذا المناضل الفذ الذي أراد أن يكون للعمل النقابي، لا فقط العمل النقابي المتعارف عليه بالساعد، بل يمزج منذ تأسيس هذه المنظمة العتيدة المناضلين بالفكر والساعد. عنصر اعتراف بمقام به فرحات حشاد اللي في الإرث الحي لفرحات حشاد هو تكوين الاتحاد العام التونسي للشغل وتأسيس الاتحاد العام التونسي، وهو عنوان هذا الإرث الحي. على الرغم من أهمية هذه البادرة لما لها من دلالات رمزية سيما لما يكونه الراحة فرحات حشاد من تقدير لقلاع المعرفة، لا يمكن إخفاء توجس البعض من تأسيس المؤسسات الجامعية، توجس قلل من شأنه بعض الجامعيين. أعتقد أن لا مجال لتأسيس المسألة هي مرتبطة برمز، رمز للنضال الوطني، رمز للكفاح ضد الاستقلال، ورمز لبناء الدولة الحديثة في تونس. فرحات حشاد هو زعيم كل التونسيين، هو زعيم وطني، عندما استشهد لم يستشهد على أساس أنه ينتمي إلى هذا الحزب أو إلى ذاك، بل العكس، هو ينتمي إلى كل تونس واستشهد من أجل تونس. ولذا من الأفضل أنه عندما نقرأ مثل هذا التشهير أو هذه التسمية نقرأها على أساس الاعتراف بالجميل لأحد أبرز شهداء تونس. موكب إطلاق اسم فرحات حشاد على المركب الجامعي المنار رافقته وقفة احتجاجية لطلبة الهندسة الذين ينادون بتحقيق مطالبهم. ماناش في وقفه نتاعنا ضد ولا المعارضين تسميته بمركب فرحات حشاد، بالعكس احنا كل ابناء الشهيد فرحات حشاد اللي في ذاك تاسيس الاتحاد، الناس الكل نقول بعضنا راهو يحبوك يا شعب، نحن كل مع فرحات حشاد ومع الاتحاد، لكن احنا اليوم هوني واقفين الناس الكل كطلبه كمهندسين لتبليغ صوتنا والدفاع على مطالبنا. مطالب وعد الامين العام للمنظمه الشغيله حسين العباسي بتبنيها في حال لم تتوصل وزاره التعليم العالي الى حلها. وعلى هامش الموكب الذي تم خلاله إطلاق اسم الزعيم فرحات حشاد على المركب الجامعي بالمنار، قال وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليونباعي أن هناك اتفاقا مبدئيا بين المنظمة الشغيلة والحكومة لإجراء مفاوضات فيما يتعلق بالزيادات في أجور قطاع الوظيفة العمومية. زيادات تم اتفاق مبدئي أن بشتقع مفاوضات اجتماعية بما يتعلق بالزيادات في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، وهذا بعد التوسعة اللي صدرت عن نواب مجلس الشعب. توا ثم اتصالات جارية ما بين الطرفين الحكومي والنقابي مع الاتحاد العام التونسي للشغل لوضع الترتيبات الأخيرة وقتاش باش تنطلق المفاوضات على أي أساس، هذا مازال معناها قاعد قائم توا. مشروع دعم القدرة التنافسية لسلسلة القيمة لقطاع النسيج والملابس هو عبارة عن برنامج يرافق بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المجال من أجل إكسابها القدرة على التعريف بمنتوجاتها باتجاه اكتساح أسواق خارجية جديدة. كيف يمكن لقطاع النسيج والملابس أن يستمر في الإنتاج والتشغيل والتصدير؟ من المسائل التي يعمل برنامج دعم القدرة التنافسية لسلسلة القيمة لهذا القطاع الذي قدم اليوم بمركز النهوض بالصادرات على حلها عبر الوقوف على الإشكالات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس، من ذلك ارتباطه ببعض الأسواق التقليدية التي تستوعب حوالي 70% من منتوجاته. فرنسا وإيطاليا في الوقت الحاضر ترافيرس كريز كبيرة،
وقت عندهم كريز كبيره باش ينقصوا من الاستهلاك نتاعهم، اذا نقصوا من الاستهلاك نتاعهم احنا اوتوماتيكمون باش نقصوا من انتاجنا ونسكروا مالوزمون بعض المعامل نتاعنا. دونك مشكلتنا هي كون ما نوعناش الاسواق، وحان الاوان اذا ماهوش تروتار حان الاوان باش ننوعوا اسواقنا. اذا ما نعملوش هذا وفي الفتره هذه راهو باش نزيدوا نضعف، واحنا كنا بوندون لونتون 4 و 5 فورنيسور دو لوروب، توا احنا لازم لينا 7 و 8. الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ألقت بظلالها على قطاع عول لتلة عشريتين من الزمن على أسواقه أمام نجاح بعض البلدان الصاعدة في اكتساح أسواق أكثر ربحية. روسيا مرشي مزيان به، يلزمنا نقتحموه، بدينا ندخلوا له وان شاء الله نوصلوا فيه وان شاء الله نعملوا كما الاتراك، خاطر الاتراك سابقين ياسر في الدومين هذايا. وعندك المرشي الاخرين هما المرشي الافريقي لازمنا زاد نطوروه ونمشيوا له، خاطر لو تيران لي اونكور فيرج هذيك. وتمر عملية تنويع الأسواق عبر الكلمة المفتاح الالتزام بالمعايير الدولية للجودة التي تميز منتوج عن آخر. هذا ويمثل قطاع النسيج والملابس ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني باحتلاله المرتبة الثانية في الصناعات التحويلية من حيث مؤشر التصدير. ورغم هذا الدور يبقى قطاع النسيج بحاجة ماسة إلى حلول بديلة للنهوض به حسب أهل الاختصاص. أكثر من 2100 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع النسيج محققة 21.3% من إجمالي الصادرات التونسية، ليحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الصادرات وليفوق المعدل السنوي 4000 مليون دينار. مؤشرات تدفع ذوي الاختصاص للبحث عن سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي. هو باش نفعلوا كما نقولوا احنا الاتفاقية المشتركة مع المشتركين معنا، وتكون في نعملوا كيما التحيين نتاعها لان ولات قديمه شويه، ونزيدوا نعملوا شويه كما نقولوا احنا الماركتينغ. 300 ألف عدد من يشتغل في قطاع النسيج والإكساء، ومع ذلك تبقى معضلة اليد العاملة المختصة والتكوين أحد المشاكل التي تعترض الصناعيين. لابد من تطوير منظومة التكوين المهني في القطاع حتى تصبح التكوين المهني ملائم لاحتياجات المؤسسات. المشاكل الثانية معروف أنه قطاع مصدر، حاليا نصدر أغلبية منتوجاتنا نحو أوروبا، لكن العالم ما فيش أوروبا فقط. تشجيع التطوير والابتكار والحفاظ على ارتفاع الجودة من أجل فرض المنتوج التونسي، ذلك ما يهدف إليه القطب التكنولوجي للنسيج بولاية المنستير. توا المؤسسة التونسية تطورت بصفة محترمة ولات قادرة على أنها توفر منتوج مصمم تونسي، منتوج تونسي بالأساس الأقمشة والصباغة والتفصيل، ويوفروها ويقدموها هما على شكل كوليكسيون للمسوقين العالميين المعروفين، اللي هو من شأنه باش يدعم القيمة المضافة أو الربح، الهامش الربح للمؤسسات هذه، اللي يخليها تضمن استمرارية وصلابة أكثر. يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لتصدير الملابس التونسية، مستوعبا 97% من صادرات القطاع والمنتوجات التونسية. من أجل إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى على منظومة الصفقات العمومية، التأمت ورشة عمل ضمت مختصين في المجال بحثوا عن صيغ قانونية جديدة تضمن شفافية الصفقات العمومية وجدواها. اجتمع عدد من المختصين اليوم في هذه الورشة لتحديد آليات عمل جديدة تحكم سوق الصفقات العمومية، المحرك الأساسي للتنمية والاستثمار، سوق تتجاوز قيمتها 11 مليار دينار، وتؤكد مؤشرات عديدة وجود شبهات فساد ورشوة في عملياتها. ما عندناش كل تقديرات، لأنه كان نعرفوا بالضبط اشتم راهو، نعرفوا شكون ارتكب هذاك وفنى وقته، لكن المؤشرات كلها تفيد على تفشي الفساد في الميدان هذا. ما ثماش مؤشر معين يهم تونس فقط، لكن المؤشر العام في الدول اللي في طريق النمو هو قرابة 20% معناها خسارة في فساد. تمشي في معناها في عمليات رشوة وعمليات فساد في منظومة الصفقات العمومية، لكن هذا مؤشر عام مش في تونس، فما عندناش مؤشرات واضحة في تونس في هذا المجال. نجابها مشاكل متعددة فنية قانونية قيمية،
ويجب أن تتضامن كل الجهود لضمان الشفافية اللازمة. الحاضرون اعتبروا أن نظام إبرام الصفقات العمومية الذي يخضع إلى أمر نظم منذ 6 أشهر العمليات المختلفة يضمن جرعة كبيرة من الشفافية على سوق الصفقات العمومية لعدة أسباب. النتائج على بيت العروض أصبحت اليوم منشورة، معناتها العباد الكل تعرف الصفقة العمومية هذيك شكون مشات. اليوم عندنا نظام مبسط ولا إبرام الصفقات بإجراءات مبسطة، هذه تقنية جديدة أوجدناها في الأمر الجديد، وهذه بطبيعة أول حاجة باش يعاون المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي تشارك بأكثر نجاعة في الصفقات العمومية وتاخد بيها، والحاجة الثانية خاصة تسرع من نسق إنجاز المشاريع الجهوية خاصة في المناطق اللي ما توفرش فيها يعني بنية تحتية كبيرة. القانون حدد إجراءات تهم تضارب المصالح من أجل محاربة الفساد في هذه المنظومة، كما أدرجت الصفقات العمومية في إطار خطة عمل وطنية للحوكمة المفتوحة، وذلك بنشر تقرير سنوي يتعلق برصد الإخلالات الممكنة وإعلام العمومي بها، خطوة تضمن الجدوى والشفافية تنضاف إلى آلية جديدة لإبرام الصفقات العمومية على الخط من شأنها تقليص السلطة التقديرية للإدارة لمواجهة خطر الارتشاء. في موضوع آخر، مثل رفع المعاليم الديوانية الموظفة على الليبيين والتونسيين القاصدين القطر الليبي أو الخارجين منه مطلب العديدين من مستعملي المعبر الحدودي بشكل يومي، والذين اشتكوا من إثقال مثل هذه الأداءات لكاهلهم. ارتفعت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية برفع الأداءات الديوانية الموظفة في الاتجاهين على التونسيين والليبيين، التي أثرت سلبا بحسب الطرفين على مواطني المناطق الحدودية بذهيبة ورمادة وبنقردان على وجه الخصوص المترددين بشكل دائم على تونس وليبيا. الأداءات هذه تقلق برشا، كما قلت مثلا أني عندي توحالين 8 باسبورات، ثمانية باسبورات دفع عليهم كل باسبور 60 دينار، معناها في الليبية، فهمتني، ومن غير معناها مصاريفك الأخرى. بتنا ياسر ضريبة من تونس ومن البوابة الليبية، توانسة 30 و61 هلبة على الناس، في اللي ما عندهاش وفيه اللي ماشي علاج. هلبة من قلقة من 30 دينار، دي هلبة مفروض ينحاها يلغاها بالأسقاط الزوز، مفروض ينحاها ليبيا وتونس. إجراءات اتخذتها أولا السلطات التونسية وتبعتها الجهات المشرفة الليبية على معبري ذهيبة وازن وراس جدير، ما ضعف الركود المسجل في المبادلات التجارية والنشاط المتوقف أصلا منذ اندلاع المواجهات المسلحة الأخيرة في ليبيا. تأثير فعلا فينا، وحتى في هلبة ناس بتشكي منها، في اللي ماشي علاج بيرفع معها الأسرة متاعها والعائلة متاعها، تلاقيها 4-5 نفار وحتى 6 نفار يرفعهم، يدفع 130 دينار مقابل أن يخش، والسيارة كذلك تبدأ يعطيها 30 دينار، فهذا الموضوع ليه تأثير لنا، فهذا بينا الموضوع هذا نحاول كيف نديره لحل، السلطات التونسية ترفع لنا الضغط هذا. معاليم مالية وأداءات جبائية وتأثيرات سلبية طالت بحسب المتابعين القطاع الصحي والمجال السياحي. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية، معبر ذهيبة وازن الحدودية. سياسيا، وبعد أسبوعين من المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف لحبيب الصيد لتشكيل الحكومة الجديدة، يبدو أن ملامح هيكلة الحكومة بدأت تتوضح، وذلك بعد صدور وثيقة غير رسمية تبرز الهيكلة الجديدة لهذه الحكومة وكيفية توزيع وزاراتها وكتابات الدولة فيها. حسب وثيقة غير رسمية لهيكلة الحكومة برئاسة لحبيب الصيد، من المتوقع أن تضم تشكيلة الحكومة الجديدة 35 وزيرا وكاتب دولة، موزعين على 24 وزيرا و7 كتاب دولة و3 وزراء معتمدين، وكاتبا عاما للحكومة مكلفا بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب. ووفق الوثيقة، فإن الوزارات تنقسم إلى جزئين، وزارات سيادية ووزارات قطاعية. وزارات السيادة 4 وزارات، وتشمل كل من وزارة الداخلية مع وزير معتمد مكلف بالأمن وكاتب دولة مكلف باللامركزية والشؤون الجهوية، ثم تأتي في مرحلة ثانية وزارة الدفاع الوطني، فوزارة الشؤون الخارجية مع تغيير في التسمية بإضفاء عبارة والتونسيين بالخارج. الجديد أيضا في هذه الوزارة اعتماد كاتب دولة مكلف بالتونسيين بالخارج.
الوزارة السيادية الرابعة هي وزارة العدل مع إحداث خطة جديدة تتمثل في كاتب دولة مكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. الجزء الثاني من الوزارات وهي الوزارات القطاعية وضمت 20 وزارة وأربع كتابات دولة مع إحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووزارة الشباب والعلاقات مع المجتمع المدني. كما تمت إعادة كل من وزارة الاستثمار الدولي مع كاتب دولة مكلف بالتخطيط ووزارة البيئة ووزارة المرأة والأسرة، وزارة تم الاستغناء عنها في حكومة مهدي جمعة المؤقتة. وفي سياق متصل، فالمستشار السياسي لرئيس الجمهورية محسن مرزوق عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف لحبيب الصيد أن تكون مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قد استغرقت وقتا طويلا. أول حاجة هي المشاورات ما خدتش برشا وقت كما يقولوا برشا من الناس، لا قارنوا أنتم بين الحكومات الأخرين، تشكيل الحكومات الأخرين 14 يوم، ولكن ثم حكومة، إحنا ما حناش من غير حكومة، ثم حكومة قاعدة موجودة تكمل الخدمة نتاعها على نفسها. أعتقد المشاورات متقدمة وعندنا ثقة فيه السيد رئيس الحكومة المكلف وإن شاء الله الأمور لاباس. بالأمس التقى رئيس الجمهورية، اللقاء شنو كان تحويل؟ يعني ديما يتقابلوا ببعضهم طبعا يتشاوروا، معناها هذه مش مسألة معناها سهلة، معناها لابد ثم تشاور وثم تبادل معلومات. علاش يا أخي معناها كيزور رئيس الحكومة رئيس الدولة يا أخي في الدستور؟ بالعكس الدستور جديد، راه ما عادش حنا فك القانون المؤقت لتنظيم السلطات. تو بالعكس يجب ثم علاقات قائمة ما بين رئيس مجلس النواب وما بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، وكل واحد في إطار وظيفته وكل واحد في إطار طبعا اختصاصات الدستورية، ولكن لابد أن يتشاوروا وهذا المطلوب إذا ثم تناغم. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج وفدا برلمانيا إيطاليا من لجنة الشؤون الخارجية ممثلا لأحزاب الأغلبية والمعارضة. اللقاء كان فرصة لدفع التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والأمني. وجدد النائب فينيستيرو أماندولا عن الحزب الديمقراطي الإيطالي في تصريح له عقب اللقاء باسم الوفد، جدد دعم بلاده لتونس والتزامها بتطوير علاقات الصداقة والتعاون والارتقاء بها. وفي مجلس نواب الشعب انطلق النقاش العام لمشروع قانون النظام الداخلي والحصانة، مشروع يعمل على تنظيم سير عمل المجلس وضمان استقلاليته الإدارية والمالية إلى جانب تنظيم عمل الكتل النيابية والهياكل الداخلية واللوائح وطريقة النظر في مشاريع القوانين. الانطلاق في مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب كشف عن وجود مقترحات تعديل لم تشمل سوى 83 فصلا من جملة 163 فصلا، ما يعكس التناغم والانسجام في المشروع عموما، إلا أن بعض الهينات قد طالت المشروع وتتمثل أساسا في غياب خطة ملحق برلماني كما طالب بذلك ياسين إبراهيم عن حزب أفاق. يجيو مع النواب باش يعاونوهم هنا في البرلمان بالطبيعة على القوانين وفي الجهات في نطاق العمل الميداني، وكيك نكونوا حتى جيل سياسي جديد للمستقبل. مساءلة المجالس الجهوية والمحلية والتي نص عليها الدستور في بابه السابع لم يقع تفعيلها في مشروع قانون النظام الداخلي حسب بعض النواب، كما أن الفصل المتعلق بالحوار مع الحكومة تمت مناقشته طويلا. ألت الحوار مع الحكومة والذي نص المشروع على أنها تكون كل 3 أشهر هي مدة طويلة نسبيا، وقدمت عديد المقترحات في هذا المجال لتحديد مواعيد الحوار مع الحكومة كل في الشهر مرة واحدة. أخذ الكلمة من قبل النائب في جلسة عامة وذلك عند حدوث إشكال ما بجهته طرحت بدورها خلال النقاش العام لمشروع قانون النظام الداخلي. الحق هذا اللي هو يدخل في جوهر عمل النائب اللي هو ينوب شعب جزء من الشعب ذاك أصبح في يد سيد رئيس المجلس هنا في النظام الداخلي، يعني الفصل يقول أنه لرئيس المجلس أن يأذن له في آخر جلسة. المجلس أوكي نظم، رئيس المجلس عنده سلطة تمثل في السلطة الإدارية والسلطة المالية، ما عنده سلطة على السلطة. هنا أصبح رئيس المجلس سلطة على السلطة، يعني هنا في الحالة هذه يولي للنائب وإلا على رئيس المجلس أنه يأذن له في آخر الجلسة. وبالانتهاء من النقاش العام لمشروع قانون النظام الداخلي والحصانة ينتظر المرور إلى مناقشته فصلا فصلا. هذا ويعتبر مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مرآة عاكسة لأشغاله، فهو الذي على أساسه يتم تسيير الجلسة وتحديد مهام المجلس وصلاحيته.
النظام الداخلي يعتبر من أهم النصوص التي يقوم عليها العمل البرلماني، فهو يضبط هياكل المجلس وكيفية تسييره وصلاحيته، ويحدد عمل الكتل النيابية وآليات الرقابة على الحكومة وغيرها. لذا أشرفت على صياغته لجنة وقتية خاصة تشكلت في 4 من ديسمبر 2014. اعتمدنا أساسا على كونه نظام داخلي ديمقراطي شفاف، نعودها بعيد كل بعد على التوظيف السياسي أو التجاذب الحزبي، وبالتالي يفعل يرفع من مردودية هياكل المجلس ويفعل من دور السادة النواب ويتلائم مع خصوصيات المرحلة المقبلة. برشا صلاحيات أعطت المكتب وبرشا صلاحيات أعطت اللجان، وثم السياق عام تاع محاولة أنه تكون كاين القرارات تصاغ في اللجان أكثر مما تصاغ في الجلسة العامة. الحاجة الثانية احنا ندافع عليها هو أنه النائب بما أنه تم انتخابه يجب يكون عنده الحق في أنه يكون عنده باش يعبر على رأي الناخبين. ويحتوي مشروع النظام الداخلي 163 فصلا و13 بابا. هناك توجه وهو الحرص على تجنب النقائص التي كانت موجودة في النظام الداخل المجلس الوطني التأسيسي، من حيث التدقيق في صلاحيات مكتب المجلس، التدقيق في سير الجلسة العامة من خلال ضبطها والإجراءات المتعلقة بها، بالإضافة إلى التأكيد على وجوبية الحضور في الأعمال، كل أعمال هيكل المجلس، وإقرار مسألة الاقتطاع بالنسبة للغيابات. وأهم الأبواب التي احتواها المشروع هي الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، تنظيم افتتاح أشغاله، الحصانة، الكتل النيابية، هياكل المجلس، والعضوية. المقر أول حاجة ساعة ما عادش ينجم يكون يستجيب وينجم يوفر الأريحية والظروف العمل الطيبة للكتل. النائب هو قبل كل شيء نائب المجلس أمام نائب الشعب، ولابد أن توفر له الظروف المادية والمعنوية. هذا إلى جانب أبواب أخرى تهم خاصة مراقبة العمل الحكومي، من منح الثقة للحكومة وتوجيه الأسئلة الشفاهية ولائحة اللوم. ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على كامل مشروع النظام الداخلي نهاية هذا الأسبوع. خلال جلسة اعتراضية قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالسجن لمدة سنة نافذة في حق المدون ياسين العياري، الذي كان صدر ضده حكم غيابي في نوفمبر الماضي يقضي بسجنه مدة 3 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالسجن مدة سنة نافذة في حق المدون ياسين العياري، بعد أن وجهت له تهمة المس من كرامة الجيش الوطني. وقبل ذلك شهدت الجلسة الاعتراضية الثانية مرافعات في الشكل والأصل، مع تأكيد لسان الدفاع على عدم اختصاص المحكمة العسكرية لجملة من الاعتبارات القانونية. أولها أنه القانون اللي يحاكم بموجبه ياسين العياري هو الأمر العالي لسنة 57، والأمر عليه هذا ينص على جملة من المعطيات التي تتناقض مع الدستور التونسي لسنة 2014. كذلك اعتبرنا أن المحكمة هناك توجه دولي لعدم اعتبار أو بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما صادقت عليه تونس في معاهدة جوهانسبورغ التي تعهدت بموجب هذه المعاهدة أن لا تحيل المدنيين على المحاكم العسكرية. هذا وقد تم استنطاق المدون ياسين العياري مكتبيا في 12 من هذا الشهر، ما اعتبره لسان الدفاع مخالفا للقانون، خاصة وأنه ما سبقهاش استنطاق مجلسي للمتهم أو المظنون فيه المحال عليها من طرف قاضي التحقيق العسكري. وكما تعرف هذه المبطلات، علاش من المبطلات؟ لأنه أولا مخالفة لكافة النصوص الإجرائية الجزائية التونسية، واحد. اثنين، الإجراء هذا كذلك لا يسمح به للمحكمة إلا بعد الاستنطاق، ثم يسمح به من باب تهيئة القضية للفصل، من باب تكميل الأبحاث. طالما الاستنطاق ما صارش وطالما الأبحاث هي ما عند ربي ما هيش كاملة، مادام ما سمعناش لا شهود المنوب ولا طلباته في علاقة بالتكافح وإلا في علاقة ببعض طلبات التحرير الأخرى، فإنه يصبح التحرير على ياسين العياري مكتبيا هضم لحقوقي، وبالتالي مبطل للإجراء متاعه الكل. وفي محيط المحكمة العسكرية الدائمة بتونس نفذ عدد من ممثلي المجتمع المدني وبعض المدونين وقفة احتجاجية مطالبين بضرورة إطلاق سراح ياسين العياري.
تسلمت مساء اليوم عائلة الشاب محمد لحبيب بالضيافي جثمان ابنها الذي توفى بأحد السجون بتولوز الفرنسية. ومتابعة من قسم الأخبار لهذا الموضوع منذ البداية، نثير مسألة التونسيين المهاجرين بطرق غير شرعية ومصيرهم الذي وصفه الكثيرون بالمجهول. سنة 2011 ركب البحر خلسة رمت به أمواجه إلى المجهول ليلفظ آخر أنفاسه بزنزانته بسجن بمدينة تولوز الفرنسية. محمد لحبيب ذو 24 سنة، وبعد إجراءات معقدة ها هو يعود جثمانا. وبمطار تونس قرطاج حضر الأقارب لحمله إلى أم وأب عجز حتى عن الحضور لحجم الفاجعة. هذه الحادثة دفعتنا للحديث عن وضعية المفقودين ممن هاجروا خارج الأطر القانونية، ليؤكد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن معالجة هذا الملف تعاني من عديد الصعوبات. ما يقارب ما بين 501 504 تونسي مفقود سواء في إيطاليا ومنهم توجه إلى فرنسا، ما نعرفوش مصيرهم وين. قبل ما يتوفى ما كانش يعرفوا تونسي، وبعد ما توفى ولا يعرف تونسي. سامحني، كيف هذه؟ هذه ما تجيش على أي عقل أي إنسان. يعني هناك فما أمور غريبة، نطالبوا احنا كجمعية وكمجتمع مدني أنهم يحلوا تحقيق في الموضوع هذا. عن تأخر جلب جثمان الشاب محمد لحبيب الضيافي، وضحت وزارة الخارجية أن تأخر إعلامهم يعود لتسجيله بالسجن بهوية مستعارة وبجنسية غير جنسيته، وما تطلبه إصلاح ذلك من إجراءات معقدة. منذ علمت القنصلية يوم الأربعاء 14 جانفي بوفاته، من الأحد إلى الأربعاء هناك 4 أيام مضت. فالأربعاء حين علمت القنصلية من طرف عائلته في تونس انطلقت في الأبحاث وفي الإجراءات، وتبين لها أن المعني بالأمر كان مسجلا تحت هوية غير هويته وبجنسية غير جنسية تونسية. وأكد مختار الشواشي أن المجهودات متواصلة لمتابعة حالات التونسيين المهاجرين غير الشرعيين. هذا عمل اليوم لا يتوقف. يعني لما تسمع بحالة تقول يعني هل ستنطلقون في عمل؟ لا، احنا نخدم كل يوم ونعمل كل يوم. لا سادي بو، انت كل بلاد كل قنصلية تبدا عندها عدد، كل صفات تبدا عندها عدد. ما نجمش نقول لك شنو عدد مثلا، ثمن ما نعرفوهمش، ثمن ما يجيوكش. الموت على قساوته كشف مصير هذا الشاب، ليكسر معه قلوب أحبة انتظروا عودته سالما، ليبقى مصير آخرين مجهولا. في أخبارنا الدولية، نقل شهود ومصادر أمنية يمنية اقتحام المقاتلين الحوثيين قصر الرئاسة بصنعاء عقب اشتباكات مع حرس القصر ومحاصرة منزل رئيس عبد رب منصور هادي. يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه وزيرة الأعلام اليمنية الحوثيين بمحاولة الإطاحة بالرئيس. هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاشتباكات ودعا إلى وقف الاقتتال واستعادة النظام فورا. بعد يوم من أعنف أيام المعارك في اليمن بين أجهزة الدولة والحوثيين، تتواتر الأخبار عن سيطرة الحركة الحوثية على دار الرئاسة بصنعاء ومحاصرة منزل الرئيس عبد رب منصور هادي. مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية اتهم قوات الاحتياط التي كانت تعرف سابقا بالحرس الجمهوري بالتواطؤ مع الحوثيين ورفض التعليمات بالتحرك لمواجهتهم. وزيرة الإعلام نادية ثقاف قالت إن الهدف من هذه الهجمات الإطاحة بالرئيس عبد رب منصور هادي، في إشارة ضمنية إلى اتهام الحوثيين بتنفيذ انقلاب. لكن رد الحوثيين جاء بالنفي على لسان عضو المجلس السياسي محمد البخيتي، الذي أكد أن ما حدث لم يكن محاولة انقلاب، بل كان ردا على ما سماه عدوان قوات حماية الرئاسة. يأتي هذا التطور بعد مقتل 2 من حراس الرئيس اليمني أمام منزله بعد اشتباكات مع جماعة الحوثي. ويأتي تصعيد الأوضاع قبيل صدور نتائج اجتماع دعا إليه الرئيس هادي لتهدئة الأوضاع. وكانت الاشتباكات التي دارت أمس بين الحوثيين وقوات حماية الرئاسة أوقعت 8 قتلى على الأقل، وتسببت في جرح العشرات من اليمنيين. وبسبب تصاعد وتيرة الأحداث في اليمن، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من بريطانيا جلسة مغلقة للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في بلد يعاني هشاشة في الوضع الأمني وضعفا لأجهزة الدولة في مواجهة الجماعة المسلحة. خفض البنك الدولي من توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وذلك رغم هبوط أسعار النفط، محذرا من أن الولايات المتحدة لا يمكنها دفع عجلة الاقتصاد بمفردها.
في مراجعة لتقديراته لأداء الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة 3% لهذا العام و 3.3 للعام المقبل، أي أقل من توقعاته في أكتوبر الماضي والتي قدرت ب 3.4% لهذا العام و 3.5% للعام المقبل. وحذر الصندوق في تقرير خلص إليه حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها دفع عجلة الاقتصاد بمفردها، وأن انخفاض أسعار النفط يمثل دفعة دعم للاقتصاد العالمي، لكنه لا يكفي لحل المشاكل الجذرية التي تؤدي إلى ضعف النمو. ورغم ما يوفره انخفاض أسعار النفط من فرص لتحسن النمو، إلا أن التباطؤ كما يرى الصندوق يعود لعدة عوامل أساسية، على غرار انخفاض النمو في الصين وانعكاساته على بلدان آسيا الصاعدة، واشتداد ضعف الآفاق الاقتصادية في روسيا، وتخفيض توقعات النمو الممكن في البلدان المصدرة للسلع الأولية. وقد تبادل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 14 و2000 مسجلا نموا بنسبة 7.4%، وهو أضعف مستوى له منذ 24 سنة، ما يزيد الشكوك بشأن الطلب العالمي. هذا ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم تقييم لأداء الاقتصاد العالمي وتوقعاته بشكل ربع سنوي، أن الإخلالات الهيكلية في الاقتصادات الرئيسية ما زالت بحاجة للمعالجة. في أخبار الرياضة، وفي وقت بدأ فيه المشرفون على المنتخب التونسي لكرة القدم الأعداد للإقامة في مدينة باتا، حيث سيجري المنتخب الوطني مباراته الأخيرة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، تتابع العناصر الوطنية تحضيراتها لمواجهة منتخب زامبيا يوم الخميس المقبل، إذ أجرت اليوم حصة تدريبية لم يتمكن من مواصلتها حارس المرمى أيمن المثلوثي بسبب إصابة في الرقبة لا تكتسي أي خطورة. كما كانت الحصة التدريبية مناسبة مواتية لتدارك بعض الأخطاء التي ارتكبت في لقاء الرأس الأخضر. سيام زي ما تعب شيء فيو، نحن عملنا نيول وكبد الخير عملنا نيول، إن شاء الله توا مازال عندنا ماتش زامبيا نحضروا بالبي، وإن شاء الله ما عندناش خيار إن شاء الله للفيكتوار، نقدروا إحنا نصلحوا الأخطاء نتاعنا، ونعملوا الحاجات الباهيين اللي عملناهم، إن شاء الله نكونوا نقدموا مردود بي وجه بي اللي سنين فيه إن شاء الله التوانسة الكل، واللي وريناه في المناهج في التصفيات منه. حسم التعادل بنتيجة هدف لهدف مباراة الكوت ديفوار وغينيا التي أقيمت مساء اليوم ضمن المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، فيما يقام حاليا اللقاء الثاني ضمن المجموعة ذاتها بين الكاميرون ومالي، والنتيجة حاليا 0-0. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. أعوان شركة فوسفات قفصة يواصلون أضرابهم، وتوقف كلي لنشاط المجمع الكيميائي بجابس بسبب نفاد الفوسفات. في الذكرى 69 لتأسيسه، الاتحاد العام التونسي للشغل يطلق اسم الزعيم فرحات حشاد على المركب الجامعي بالمنارة. قطاع النسيج والملابس في تونس يبحث عن أسواق غير تقليدية وبرنامج جديد لدعم قدرته التنافسية. ويمكنكم التواصل معنا مشاهدينا الكرام عبر البريد الإلكتروني للتلفزة التونسية info@tunisiatv.an. ونذكر في الختام أن 139 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.